السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنقول لاولادنا من اين ياتي الزجاج. الزجاج الماده اللي ما فيش بيت بيخلو منها، موجوده في كل بيت. طب ايه الماده المذهله دي اللي ما فيش بيت بيبقى مش موجوده فيه؟ احنا بنجيبها منين ومش هنقدر نستغنى عنها؟ ما نقدرش نستغنى عن الزجاج. الاشياء التي تصنع من الزجاج زي اكواب العصير، زي النظارات الشمسيه ونظارات النظر، المصابيح الكهربائيه، اللمبات، زجاج النوافذ، زجاج الازاز بتاع الشبابيك، تمام، زجاجات الادواء، الدواء، الازاز بتاع الدواء، بعض التحف والاعمال الفنيه. للإزاز أنواع وأصناف مختلفة، تمام، فمنه الشفاف والملون والمعتم والشبه شفاف، وهناك أنواع ذات صلابة مذهلة وأخرى تتفتت عندما تتكسر لدواعي الأمان، مثل زجاج السيارات. زجاج السيارات لما بيتكسر بيتفتت، ده لدواعي الأمن، الامان يعني، تمام. يبقى قلنا كده الازاز بيتصنع منه ايه، بيتعمل منه حاجات كتير، الكوبايات، اللمبات، ازاز الشبابيك، بعض التحف واللوحات الفنيه، كمان في من الازاز انواع كتير، الملون والشفاف وشبه الشفاف والمعتم، تمام. طيب من اين بقى ياتي الزجاج؟ الزجاج بيتكون من ماده تسمى السيليكا، وهي موجوده في الرمال، ويضاف إليها الصودا والجير، تمام. وقد تم اكتشاف الزجاج عندما كان هناك مجموعة من البحارة على شاطئ من الرمال، وعندما أشعلوا النار وجدوا أسفلها سائلا شفافا يلمع، وهو الزجاج، تمام. وقد عرف الزجاج منذ آلاف السنين، من زمان جدا، وقد استخدموه المصريين القدماء والرومان، تمام، في الصناعة، في صناعة الأواني الزجاجية. يبقى الزجاج عرف منذ آلاف السنين، وقد استخدمه المصريين القدماء والرومان في صناعة الأواني الزجاجية، تمام. كمان الزجاج يتم تصنيعه بصهر رمال السيليكا مع المكونات الأخرى في أفران كبيرة ذات حرارة عالية، وعندما تنصهر تلك المواد ينتج الزجاج الذي يكون في شكل سائل لزج، يتم بعد ذلك تشكيله بأساليب مختلفة حسب الحاجة. والزجاج أيضا يعاد تدويره، حيث يتم صهر قطع الزجاجة التالفة والهالكة لإعادة تصنيع زجاج جديد، تمام. يبقى احنا هنا كده احنا بنعمل ايه الازاز بنصنع منه ايه؟ بنصنع منه حاجات كتير جدا حوالينا، وكمان ممكن نعيد تصنيع الزجاج، ان هم بياخدوه ويصهروا قطع الزجاج، يسخنوا قطع الزجاج التالفة دي جامد ويعيدوا تصنيعه تاني، تمام. ده من اين يأتي الزجاج. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.